حقيقة محطة بستنة القان من المحطات العريقة، المحطات البستنية العريقة بالعراق، أنشئت عام 1970، مساحتها تقريبا 200 دونم، هدفها إكثار الأصناف المحلية وإعادة نشرها، وكذلك إدخال أصناف أجنبية وبعد أن تتم دراستها والتأكد من مطابقة المواصفات والنجاح راح تنشر في العراق. محطتنا هو أكثار الفستق الحلبي، شجرة الفستق الحلبي شجرة معمرة ثنائية المسكن مثل النخيل، أين الأشجار المذكرة على شجرة والأشجار الأنثوية تكون على أشجار أخرى، فبالتالي بالبستان تحتاج لكل 10 أشجار تكون 9 أنثوية و1 ذكرية، يصل طول الشجرة تقريبا 4 أمتار، تعمر مئات السنين. حقيقة هي الشجرة الغنية في الأرض الفقيرة، هي الشجرة المناسبة للمناطق الجافة والصحراوية لأسباب كثيرة، من ضمنها تحملها للجفاف والعطش، حيث يصل الجذر ماله أكثر من 10 أمتار، وبالتالي تحتاج عمليات في الصيف بعد أن تكبر الشجرة ويصل عمرها تقريبا بعد 7 سنوات، تحتاج إلى ريتين أو 3 ريات في الصيف. بالنسبة للحاصل مالته، يبدأ الحاصل مالته بالسنة السابعة، لذلك هذا أحد المعوقات اللي ممكن يخلي الفلاح مرات يزهد، لكنه حقيقة شجرة جدا غنية ومردودة الاقتصادي قوي في الأراضي اللي تكون جافة وشبه صحراوية، تحمل درجات الحرارة حتى درجة 50 درجة مئوية بالصيف، تتحمل بالشتاء حتى ناقص 20 وحتى ناقص 30 درجة مئوية تتحمل، لكنه اللي تحتاجه فقط يحتاج إلى عدد من ساعات البرودة اللي هو متوفر بمناطقنا، تقريبا يعني بعض الأصناف تحتاج من 400 حتى 600 ساعة باردة، بعض الأصناف الأخرى تحتاج أكثر من ذلك 800 إلى 1000 ساعة. لذلك اختيارنا للأصناف السورية كان من هذا الغرض، وهذا النسخ تم اختيار 4 أصناف أنثوية اللي هي العاشوري والباتوري وعليمي والبندقي، وأيضا تم اختيار 3 أصناف ذكرية، لأنه التلقيح بالفستق الحلبي يتم عن طريق الرياح، بالتالي تحتاج الأشجار الأنثوية إلى أشجار ذكرية حتى يتم عليه التلقيح ويكون دائما في الرياح الهادئة. الحشرات لا تساعد في عملية التلقيح بالفستق الحلبي، لكنه اللي ممكن يأثر علينا أيضا هو أنه التفتح للأثار الذكرية قد لا يكون مع الأثار الأنثوية، وهذه مشكلة يعانون من عندها كثيرة، بالتالي تكوين الحبات الفارغة. لذا عندنا بالمحطات 3 أنواع من الأصناف الذكرية، أصناف مبكرة وأصناف متوسطة وأصناف متأخرة، واللي يدل على ذلك هو نجاح عملية تكوين والثمار، يعني بعد تكوين الثمار عند فحص الحبات راح تكون كمية كبيرة من هذه الحبات ممتلئة، وهذه مشكلة عامة في الفستق. يعني عملية تطعيم الفستق الحلبي، حقيقة عملية تطعيم الفستق الحلبي من أصعب العمليات الزراعية، يعني إحنا عندنا تطعيم الفاكهة بصورة عامة في مشتنة نطعم أصناف كثيرة من التفاح والكمثرى والنواة الحجرية، يعني اللي تشمل المشمش والخوخ والإجاص وغيره من الفاكهة، كل العملية تكون عندنا تقريبا سهلة وطبيعية، لأنه فترة التطعيم أول فترة طويلة، وثانيا نسبة النجاح نكون عالية عندنا. إلا الفستق حقيقة يعني نحس شوية بالتطعيم، فيحتاج بعض النقاط المهمة اللي الإنسان يراعيها حتى النجاح، يعني كل المشاتل تقريبا هو سبب انه رغم انه هاي الشجره ما لها من قيمه ماليه ومردود اقتصادي قوي للفلاح، الا انه انتشارها كلش ضعيف بسبب انه قله المشاتل اللي تنتج هاي الشجره باسباب اللي هي تكون مثلا اسباب من ضمن التطعيم، عمليه التطعيم عمليه صعبه، يحتاج الى بعض النقاط المهمه اللي ننبه عليها حتى يكون نسبه التطعيم ان شاء الله تعالى تكون 90%. من أولى النقاط المهمة هي يجب التفريق بين نوعين من العيون، العيون الإثمارية اللي تكون كبيرة الحجم تقريبا شكل بيضوي، والعيون الخضرية اللي هي ناخذها للتطعيم اللي تكون صغيرة الحجم شكلها هرمي. هذه نقطة مهمة جدا، لأنه هذه العيون لا أبدا لا تنجح، وهذه العيون تعطينا نسبة نجاح. من ضمن النقاط المهمة الأخرى هي الوقت، وقت التطعيم
من الأوقات الحرجة بالفستق الحلبي. إحنا بالعراق بمنطقتنا بالقان بدأنا بنص منتصف الخامس، خلال فترة أسبوعين ينتهي الوقت. هي دلالة الوقت شنو؟ هي عند أخذ الطعم سهولة الانفصال العين عن القلم، هذا يدللنا على وقت التطعيم. لذلك إحنا بدأنا هذا موسم التطعيم وبدأنا بقوة حتى نحاول نكمل كل الأصول الموجودة قبل ما ينتهي الفترة. كذلك من النقاط المهمة جدا هي أنه المادة الصمغية اللي ينتجها أشجار الفستق الحلبي طبيعيا، اللي هي مرات عند جرح النبات لأنه نقوم إحنا بالتطعيم الحرفتي، فمن يبدأ المطعم يعمل حرفتي على مدية يضع العين، الشجرة تتنبأ وتفرز المادة الصمغية. هذه المادة الصمغية تحاول أنه تلتئم الجروح، هذه تمنع من نجاح الطعم وتسبب فشل. لذلك هاي المادة تنشط عند شدة الإضاءة، فلذلك إحنا نبدأ التطعيم الساعة 5 الصبح ننتهي الساعة 9 الصبح. هذه الفترة فقط تكون مادة سريان العصارة قليل. أيضا من النقاط الواجبة يعني انتباه إليه أنه إحنا الشتلات اللي نريد الطعمها لازم تكون مخدومة ومسمدة بشكل جيد، وخصوصا مروية ري غزير حتى تفيدنا فترة التطعيم